مش هتصدقوا ازاي البنت اللي انتوا شايفينها دي عرفت تهرب من اخطر اتنين في تاريخ استراليا. ازيكم يا جماعه؟ حكايه النهارده بتتكلم عن الحب، وانا عارف انك دلوقتي اكيد مستغرب، بس صدقني لما تكمل القصه للاخر هتفهم ايه مشكله الحب لما يكون ما بين اتنين اقل ما يقال عنهم انهم شياطين. بس عشان ما اطولش عليكم كالعاده عندي طلبين، اطفوا النور وحطوا السماعات ويلا بينا نبدا في القصه. في 10 نوفمبر 1987 كان يوم مشمس وجميل في شوارع غرب أستراليا، وخصوصا في شارع اسمه مور هاوس. بس مرة واحدة الهدوء ده كله اختفى عشان ناس شافت بنت شبه عريانة عمالة تجري، أكن في حاجة بتجري وراها، وكان جسمها مليان بكدمات وعلامات ربط، ده غير وشها اللي كان مليان بالخوف. وفجأة وقفت عند راجل كان واقف قدام المحل بتاعه، وساعتها قالت له إن في ناس بتجري وراها، وإن لو واحدة جات وقالت له إن هي مامتها ما يصدقهاش عشان الست دي كانت خطفاها. طبعا بعد الكلام ده الراجل خدها لمركز الشرطة اللي قابله جواه شرطية باسم لارا هانكوك، وساعتها البنت دي حكت لها على واحدة من أكتر القصص المرعبة في تاريخ أستراليا. في 9 نوفمبر 1984 كان في بنت عندها 17 سنة اسمها كيت موير، وفي اليوم ده كانت رايحة حفلة موسيقية في مدينة بيرث مع صحابها. وبعد ما قضوا يوم حلو والحفلة خلصت، واحدة من صحباتها عرضت عليها ان هي تروحها البيت، وساعتها كيت وافقت عشان كده كده انها تروح مع صاحبتها أأمن بكتير من انها تروح مع حد غريب. بس المشكلة كانت ان كيت ابتدت تحس بالذنب عشان بيتها كان يعتبر في الجانب التاني من مدينة بيرث، فساعتها طلبت من صاحبتها ان هي تنزلها في نص الطريق وانها هتكمل وتروح لوحدها. والغريب ان فعلا صاحبتها وافقت، وكيت نزلت وقررت ان هي تكمل لغاية بيتها مشي. واول لما كيت ابتدت تتحرك لوحدها عربية وقفت في طريقها، والعربية دي كان فيها راجل وست، وساعتها الست خرجت راسها وسألتها عن اسم الشارع اللي هم فيه عشان هم كانوا تايهين. وبحسن نية كيت ابتدت تقول لهم ازاي يروحوا للحتة اللي هم عايزينها، وبعديها الزوجين اللي جوه العربية عرضوا عليها انهم يوصلوها في طريقهم كشكر ليها، وكيت وافقت وركبت معاهم. بس وهم في الطريق كيت اكتشفت ان مقبض الباب بتاع العربية طلع مكسور من جوه، ولما سألتهم ازاي ممكن تخرج قالوا لها تفتح الشباك وتفتح الباب من بره. بس لما كيت جت تجرب طلع المقبض بتاع الشباك برضه بايظ، وساعتها عرفت ان اللي قدامها دول ما كانوش ناويين يوصلوها لبيتها. وساعتها هي ابتدت تصوت بصوت عالي، ولكن الراجل مسك راسها وخبطها جامد في العربيه، وساعتها الست اللي جنبه مسكت سكينه وحطتها على رقبتها عشان تفضل ساكته. وبعدها الراجل كمل طريقه لغايه لما وصلوا لمكان مهجور، وفي المكان ده ابتدوا يربطوها ويلفوها ببطانيه كبيره. وساعتها كيت سالتهم سؤال واحد، سؤال انا متاكد ان هي من جواها ما كانتش عايزه تعرف اجابته، عشان كيت سالتهم هو انتم ناويين تغتصبوني ولا تقتلوني؟ وساعتها ردهم كان مرعب اكتر من اي اجابه هي كانت متوقعاها، عشان اجابتهم كانت احنا هنغتصبك لو انت كنتي كويسه. وده اللي خلاها تفكر طب هيعملوا فيها ايه لو هي قامت. وبعدها خدوها وكملوا في الطريق للبيت، البيت اللي هتشوف فيه اسوأ ايام حياتها. أول لما دخلوا البيت الست قالت لها تقلع هدومها بالكامل، وبعد كده خدوا الهدوم دي وحطوها في كيس بلاستيك. والشيء المرعب اللي عمله الراجل بعدها إنه كتب اسمها سنها وعنوانها على الكيس اللي فيه هدومها، بمعنى إن البنت دي مش أول ضحية ليهم، عشان هما بعدها ابتدوا يستجوبوها ويعرفوا كل تفاصيل حياتها زي اسمها بالكامل، عايشة مع مين ومين صحابها. ومع ان كيت كانت مرعوبة جدا ومش عارفة تجاوب من كتر خوفها، الزوجين دول قعدوا يضحكوا عليها بكل برود. وبعدها الراجل خدها على الحمام واجبرها ان هي تستحمى، وبعد كده خدوها على الصالة وهناك خلوها تشرب مخدرات معاهم. وبعد كده عملوا شيء غريب جدا عشان هم شغلوا فيلم رامبو، وبعد ما الفيلم خلص شغلوا اغنية روميو اند جولييت
وأجبروها ترقص على الأغنية دي بطريقة فيها إغراء شوية، وساعتها كيت ابتدت تعيط عشان حست بالإهانة والانتهاك من اتنين خطفينها وبيخلوها تعمل حاجات غصب عنها، ده غير الخوف اللي كان جواها من اللي هيحصل بعدها. وفعلا أول لما الأغنية خلصت الراجل خدها على الأوضة، والأوضة دي كان فيها سرير كان مليان بالسلاسل وأحبال وحاجات تانية. واعتقد انتوا خلاص عرفتوا هو ايه اللي حصل في البنت اليوم ده. ولو انت دلوقتي هتسألني طيب هي مراته فين، هقولك ان مراته كانت قاعدة بتتفرج، وبعد لما الراجل خلص ادولها منوم وساب الاوضة ومشيوا. بس هما ما كانوش عارفين ان كيت ما خدتش المنوم، في الواقع هي حطت الحباية تحت لسانها وتفتها وحطتها تحت السرير. وساعتها قعدت تفكر كتير قوي في الخطوة اللي المفروض تعملها دلوقتي، عشان هما اكيد مش هيسيبوها تعيش، خصوصا انها خلاص شافت وشهم وعرفت عنوانهم. وغير كده الست كانت قاعدة برة بتضحك وتهزر، وكانت عمالة تفتكر مع الراجل اللي معاها ده هم عملوا ايه في البنات اللي كانوا قبلها، وده كله معناه بيقول انها لو فعلا طلعت من البيت ده مش هتطلع عايشة. ويجي السؤال هنا، هم مين الاتنين دول وايه اللي عملوه قبل كده في البنات اللي كانوا بيجيبوا اساميهم؟ الاتنين دول كان اسمهم ديفيد وكاثرين بيرني، وهم اصلا كانوا جيران من وهم صغيرين، بس ابو كاثرين كان بيكره ديفيد عشان هو كان دايما بيعمل مشاكل مع البوليس، وكان حاسس انه هيأثر على بنته بشكل سلبي. بس الغريب ان كره ابو كاثرين لديفيد خلى علاقتهم تكون اقوى واقرب كمان، عشان زي ما انتوا عارفين الممنوع مرغوب. وفعلا طلعت مخاوف ابو كاثرين حقيقيه، عشان ديفيد ابتدى يأثر عليها وابتدوا يرتكبوا جرائم كتير مع بعض، من سرقه لتخريب لكل الجرائم الصغيره اللي تخلي الناس المجانين تحب بعضها دي. وعشان كده هم طبعا كانوا كل شويه بيدخلوا السجن، بس كل لما كانوا بيخرجوا كانوا بيرجعوا لبعض اقوى من الاول. والعلاقه كملت كده لغايه لما ديفيد غلط غلطه كبيره، والغلطه دي كانت ان الشرطه قبضت عليه بتهمه سرقه مواد متفجره، وساعتها المحكمه حكمت على ديفيد من سنتين لثلاث سنين في السجن. وساعتها كاثرين ابتدت تبعد عنه لغايه لما لقت شغل عند عيله غنيه، والشغل ده كان ان هي تشتغل عندهم شغاله. بس في فتره شغلها عندهم حبت ولد من العيله اسمه دونالد وحملت منه، لما الأهل عرفوا جوزوهم لبعض عشان العار بقى وكده. وبعد كده كمان خلفوا ست أطفال، وحتى لما ديفيد خرج من السجن هو كمان اتجوز وخلف. بس بعد فترة ديفيد وكاثرين اتقابلوا بالصدفة تاني، والمرة دي ما كانوش ناويين يسيبوا أي حاجة تقف في طريق حبهم لبعض، وعشان كده هم فضلوا في علاقة سرية لغاية 1985، السنة اللي ديفيد طلق فيها مراته. وكاثرين كلمت جوزها وقالت له إن هي هتمشي ومش ناوية ترجع بيتها تاني ولا ليه ولا لأولادها. وساعتها نقلت مع ديفيد في بيته وعاشوا مع بعض. والفكره بقى يا جماعه ان هم اصلا كانوا أسوأ زوجين في التاريخ، عشان ديفيد كان مدمن مخدرات وجنس، بس من الناحيه الثانيه كاثرين كانت بتحبه جدا، لدرجه ان ديفيد عرف يقنعها انه عادي يكون في علاقات مع ستات ثانيه. وكاثرين شافت ان احسن حل تعمله ان هي تفضل معاه، عشان هي كانت خايفه انه يسيبها. وللاسف مع الوقت الجرائم بتاعتهم ابتدت تتحول من سرقه لجرائم خطف لاخيرا جرائم قتل. عشان أول ضحية خطفوها كانت بنت عندها 22 سنة اسمها ماري نيلسون. وديفيد كان عارف إن ماري كانت شغالة في مطعم جنب شغله، وفي يوم راح لها وقال لها إنه عايز يبيع لها عجل عربية، ولسبب ما هي وافقت. بس طبعا أول لما وصلت عندهم البيت هم حبسوها ولبسوها السلاسل اللي كانت على السرير، وساعتها ديفيد اغتصبها أكتر من مرة. والغريب إن كاثرين كانت قاعدة بتتفرج، وكمان كانت قاعدة بتكتب ملاحظات في ورقة. وأول لما الليل جه خدوا ماري الحديقة اسمها جلين إيجل، وهناك ديفيد اغتصبها تاني وبعدها خنقها بالحبل وطعنها ودفنها. وبعد أسبوعين ديفيد وكاثرين لقوا بنت تانية في الطريق، والبنت دي كان عندها 15 سنة بس، وكان اسمها سوزانا كينيدي. وهم للأسف خدوها وعملوا فيها زي ما عملوا في ماري بالظبط، بس المرة دي الموضوع كان مرعب أكتر كمان عشان كاثرين انضمت ليهم، ده غير ان هم فضلوا حبسينها كذا يوم عشان يستخدموها للجنس والتعذيب براحتهم. وبعدها كاثرين هي اللي خنقتها بنفسها، وبعدها خدوها ودفنوها جنب جثه ماري في نفس الحديقه. وبعديهم كانت بنت باسم نولين باترسون، وبعديها بنت كمان اسمها دينيس براون اللي فضلت تحارب عشان تفضل عايشه، لدرجه انهم لما افتكروها ماتت وخلاص كانوا بيدفنوها في حديقه اسمها بنجار، دينيس فجاه طلعت براسها من الطينه وكانت بتحاول تهرب. بس ديفيد ساعتها جفاس وضربها جامد بيه لدرجة انه قسم راسها لنصين. والبنت اللي بعديهم كانت كيت اللي لسه محبوسة عندهم
في نفس البيت. يوم 10 نوفمبر تاني يوم في بيت القتلة دول، كيت كانت لسه في الأوضة، بس مرة واحدة ديفيد دخل عليها وفكها من السلاسل قبل ما يروح الشغل. وبعدها كاثرين خدت البنت على الصالة وشغلت فيلم تاني وقعدت جنبها، وبعديها بشوية مسكت جورنال ومرة واحدة فضلت تضحك ضحكة خبيثة كده. وساعتها كيت سألتها بتضحك على ايه، راحت كاثرين شاورت على صورة وقالت لها ان هي بتضحك على صورة البنت دي، والصورة دي يا جماعة كانت صورة البنت اللي شقوا دماغها دينيس براون، والخبر اللي فوق صورتها كان بيقول انها مختفية. وساعتها كيت اتأكدت انها مش هتخرج من هنا عايشة، بس في نفس الوقت جات لها فكرة، والفكرة انها تحاول تصاحب كاثرين وتتكلم معاها، عشان لو هي فعلا عرفت تكسب ثقتها ممكن ساعتها تعرف تهرب. ومن اول هنا كل ما كان بيتقال لها حاجة كيت كانت بتسمع الكلام على طول، وفضلت كده طول اليوم لغاية لما كاثرين جات وطلبت منها ان هي تتصل بعيلتها، الحاجة اللي كانت بتطلبها من كل البنات اللي خطفوهم قبل كده، وتقول لهم انها كويسة وانها دلوقتي بايتة عند واحدة صاحبتها. وفعلا كيت كلمت مامتها وقالت لها الكلام ده، بس هي زودت معلومة واحدة عشان قالت ان هي شربت كتير ونسيت تطمنها اليوم اللي قبله. ومع انك دلوقتي ممكن تقولي طب فيها ايه، هقولك ان كيت قالت كده كدليل يفهم مامتها ان في حاجة غلط عشان هي اصلا ما بتشربش، بس للأسف امها ما لاحظتش. وساعتها ابتدت تفكر انها تحاول تهرب، وحتى لو ما عرفتش كانت هتخلي فيه ادله كافيه تخلي البوليس يعرف انها كانت هنا لو جم البيت ده في يوم من الايام، زي انها سابت الروش بتاعها تحت كرسي وعلبه السجاير بتاعتها حطتها في فتحه في السقف، واخيرا طبعا حبايه المنوم اللي كانت موجوده تحت السرير. وسبحان الله في نفس اليوم ده كاثرين دخلتها الاوضه عشان كانت نازله تجيب حاجات، بس الغريب ان هي سابتها عادي وما لبستهاش السلاسل، ممكن تكون خطتها عشان تخليها تثق فيها نجحت. وفي اللحظة دي كيت اكتشفت ان هي ممكن تهرب من خلال الشباك اللي كان مقفول بقفل عادي، بس كانت قلقانة جدا من فكرة ان القفل يعمل صوت او ان كاثرين ترجع في اي لحظة وتفتح باب الأوضة فجأة. بس في الآخر هي قررت ان هي هتجرب حظها، عشان مهما حصل هي كانت عايزة تحاول لآخر لحظة ان هي تنقذ نفسها. وفعلا فتحت الشباك ونطت منه، ومع انها كانت خايفة ومش لابسة حاجة غير ملابس داخلية، هي كانت عمالة تنط من جنينة لجنينة، وكانت برضو بتخبط على أبواب الحي كله بس محدش كان بيفتح، وغير كده ما كانش في اي حد في الشارع برضو يساعدها. بس هي برضو فضلت تجري وما همهاش اي حاجة من الحاجات دي، لغاية لما اخيرا لقت الراجل اللي قلتلكوا عليه في اول الفيديو، اللي بعد كده خدها لمركز الشرطة. في غرفة الاستجواب كيت كانت قاعدة مع الشرطية لورا هانكوك، وساعتها قالت لها ان هي اتخطفت من اتنين وعذبوها لمدة يوم كامل. وبعد ما لورا سمعت قصتها راحت واتكلمت مع رئيسها عشان يمسك القضية معاها، بس هو ما كانش مصدق كلام كيت وحس ان هي بتقول كده عشان هي قضت ليلة برا البيت وكانت عايزة تلاقي اي عذر تقوله لأهلها. بس لورا فضلت ورا مديرها لغاية لما وافق انه يمسك القضية دي، وفعلا راح قعد معاها. وساعتها كيت قالت على كل التفاصيل اللي تعرفها، لدرجة ان هي وصفت شكلهم بطريقة دقيقة جدا للشرطة، وبعديها وسألها سؤال واحد، والسؤال ده كان هل تقدري تتعرفي على البيت؟ وساعتها كيت ردت بأيوه، وابتدوا يمشوا ورا وصف كيت. وأول لما قربوا من البيت كيت شاورت عليه وبعدها استخبت وقعدت تعيط. ساعتها البوليس كله اتفرق عشان يدوروا على الاشخاص اللي كيت وصفتهم، وفي شويه منهم برضو راحوا لبيوت الجيران عشان يسالوهم لو شافوا اي حاجه. وساعتها في واحده من الجيران حكت ان هي شافت بنت بتجري من البيت ده الصبح بدري. The young girl broke out of this window here in the front and ran down practically I do believe with sort of nothing on. والمعلومه دي كانت كافيه ان البوليس ياخد امر بتفتيش البيت. وفعلا اول لما دخلوا لقوا كل الادله اللي قالت عليها كيت، من الروج اللي تحت الكرسي لعلبة السجاير لشريط رامبو اللي كان في التلفزيون والسلاسل اللي على السرير وحتى المنوم اللي كيت طفته. وفي نفس الوقت اللي كان بيحصل فيه كل الكلام ده البوليس كان واقف ومراقب البيت من بره، وساعتها لقوا كاثرين داخلة عليهم وماسكة أكياس سوبر ماركت، وفي اللحظة دي جريوا عليها على طول وعرفوا يمسكوها قبل ما تهرب ودخلوها البيت. وساعتها قالوا لها انهم بيحققوا في قضية بنت بتقول ان هي اتخطفت في البيت ده، ولكن هي طبعا قالت ان هي متعرفش حاجة عن الكلام ده. راحوا سألوها بعد كده عن مكان جوزها ديفيد، فقالت لهم انه في الشغل، وساعتها راحوا له وقبضوا عليه هو كمان. اول لما دخلوهم قسم الشرطة حققوا مع كل واحد فيهم في اوضة مختلفة، وديفيد قال في الاول ان كيت هي اللي كانت عايزة تيجي معاهم، بس طبعا البوليس ما كانش مصدق اللي بيقوله وابتدوا يضغطوا عليه بالساعات عشان يعترف،
عشان اول حاجة الحاجات اللي لقوها في البيت كانت غريبة جدا، والحاجة التانية كانت ان البنت لسه قاصرة، وغير كل ده جرائم الاختفاء اللي كانت مالية المنطقة ساعتها. وبعد ما قعدوا معاه لساعات كتيرة جدا، واحد من البوليس قال له بقولك ايه، اليوم خلاص بينتهي واحنا عارفين انك انت ورا اختفاء البنات دي، فما تقول لنا هم فين وخلاص. وساعتها ديفيد قال له ماشي، ايه السرعة دي. ولما كاثرين عرفت ان ديفيد اعترف، اعترفت هي كمان ان هي شاركت معاه في الجرائم دي كلها. وساعتها اخدوا كاثرين وديفيد عشان يودوهم الاماكن اللي دفنوا فيها البنات دي، وغير كده هم عرفوا ان هم كمان ممكن يكونوا مسؤولين عن اختفاء ست اسمها ميشيل يورنوك. عشان ميشيل قبل ما تختفي في 25 مايو 1986 كانت بتشتكي ان في راجل وست كانوا ماشيين وراها وبيحاولوا يخطفوها، وعشان بنتها برضو قالت ان الست اللي كانت بتجيلهم البيت كانت بنفس مواصفات كاثرين. وحب اقول لكم ان في المحاكمة اخو ديفيد اللي اسمه جيمس قال ان ديفيد حاول يغريه عشان ينام معاه. يخرب بيت كده، يعني انا بجد الاتنين دول يعني حاسس ان هم جابوا قايمة كده وقالوا احنا عايزين نعمل كل الحاجات الغلط اللي دخلنا النار حتف، وما شاء الله عليهم جايبين الدرجة النهائية. وفي نوفمبر 1987 بعد ما جمعوا كل المعلومات والأدلة الكافية على الاتنين دول، اتحكم عليهم بتهمة قتل 4 بنات وبتهمة اختطاف واغتصاب، وساعتها حكمت عليهم المحكمة بالسجن مدى الحياة. بس الغريب ان كاثرين كان مسموح لها بالإفراج المشروط بعد ما تقضي 20 سنة في السجن. وعايز اقول لكم ان هم برضو مع انهم كانوا بيبعتوا رسائل لبعض دايما، كاثرين مرة واحدة قطعت علاقتها مع ديفيد عشان كانت عايزة تبين نفسها ان هي بقت احسن وتستحق ان هي فعلا تخرج. وعشان كده في 7 ديسمبر 2005 ديفيد انهى حياته. وبعدها في 2007 هيئة المحكمة رفضت الإفراج المشروط اللي كاثرين كانت قدمته. وفي 2017 كيت عملت انترفيو مع فريق نيوز 7 وشرحت كل حاجة مرت بيها بالتفاصيل. وعايز اقول لكم ان كيت لغاية دلوقتي بتحاول تاخد توقعات كافية عشان يحطوا قانون جديد يمنع الناس اللي عملوا جرائم زي كاثرين وجوزها من انهم حتى يقدموا على الإفراج المشروط ويفضلوا محبوسين طول حياتهم، عشان الناس اللي زي كده لازم يدفعوا ثمن الحياة اللي دمروها.